اليوم موضوعنا عن العائدات. كثير من الناس بيسألوا ويجينا استفسارات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب عن العائدات وعن التدفئة. نتكلم أول شيء عن العائدات. العائدات هي عبارة عن رسوم يتأخذ من كل صاحب شقة. الرسوم هذه تكون رسوم خدمات من صيانة المصاعد، من نظافة المبنى، من الخدمات المشتركة اللي موجودة في المجمع، بالإضافة إلى راتب الحارس نفسه. هذه الخدمات كلها مشتركة باسم العائدات. نيجي ثانيا على اللي هو رسوم التدفئة. رسوم التدفئة نوعين، في تدفئة غاز طبيعي وفي تدفئة عن طريق الفحم. أغلبية من المدن التركية يكون فيها الغاز الطبيعي واصل لها. عندنا احنا في طرابزون حاليا بعض المناطق موجود فيها الغاز الطبيعي، بعض المناطق لسه ما وصل الغاز الطبيعي، فيكون التدفئة عن طريق الفحم. رسوم الفحم إجبارية على كل صاحب شقة، إجبارية أنه لازم يدفعها، بسبب أنه التدفئة تكون عن طريق الخزان موجود تحت البناية ويكون بتدفئة البناية ككل. الرسوم هذه مترتبة على كل صاحب شقة، إذا الشخص ما دفع الرسوم هذه فيكون إجراءاتها تتحول إلى المحامي، ويكون رسوم المحامي يدفعها صاحب الشقة هذه. فرسوم التدفئة هذه إجبارية زي ما قلنا إلى انتظار ما يوصل للمجمع الغاز الطبيعي. وتقريبا أغلبية المدن التركية وخصوصا زي ما قلنا طرابزون بيوصل الغاز الطبيعي إلى سنتين إلى ثلاث سنوات تكون واصلة كل المدن، كل المناطق طرابزون. هذا الحاجتين اللي قلنا نتكلم فيها، أغلبية الناس بيسألوا عليها، فقلنا نتكلم في الموضوع ده عشان يكون الموضوع واصل لكل شخص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.